انا لابسه مايو الليلي واحمر والخط العريض. اللي صار تيش كنت احلم فيه من انت وصغيره؟ اكيد مثل كل صبيه. اكيد ليش لا؟ والليلة اذا كم كيلو زياده عندي لازم احلم كون حلو. كم كيلو؟ كم كيلو؟ خلال انتخاب ميس خونت فرانس 2013 قالت جوليا انه من حق المراه البدينه تلبس مايو وتنزل على البحر، بتوافقي على اللي بتقوله جوليا؟ اكيد انا لابسه مايو الليلي واحمر والخط العريض. اذا عم نشوف هلا اليسار بدوي باللباس البحري 21 عام من بيروت، شاركت اليسار لتقول ولا تثبت بالخط العريض للناس انه البدينه فيها تنافس حتى بعروض الازياء وكل الالقاب الجماليه. اللي صار انت قلتي خلال تحضيرات المسابقه اما بطلع بالمايو او بنسحب. ليش لا؟ مش لابق لي؟ بحب اسبح كثير، بحب البحر وبلبس مايو وبنزل. وليش لا؟ قال لي في مشكله؟ انا بالعكس يعني عنده مشكله؟ اللي صار اطلالتك الليلة قولك بالمايو هل رح تزيد يعني من نسبة فوزك باللقب الليلة ام لا يمكن يلعب دور سلبي؟ انا ما هدف مش الربح، الهدف بس للناس انه انا ناصحة وبلبس مايو، انا بقدر اعمل مثل الموديل واعرض ازياء واعرض مايو واعرض اللي بدك اياه. اللي صار عم بتقولي لما تنزلي على البحر بتنزلي بالمايو واثقة من نفسك وما عندك اي مشكلة، تعليقات الناس شو بتكون؟ بالعكس بس يتطلعوا فيني. مثلا انا مره صارت معي انه كان في 40 شخص وانا نازله على البسين، كلهم صاروا يعملوا هيك طلع فيني من فوق لتحت، اما انا مشيت ونطيت وبف قالوا كلهم مي. اللي صار كيف وصلت لهالمرحله من الثقه بالنفس اليوم انه 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 صبيه وزنها زايد وبتطلع بالميو؟ كيف وصلت لهالثقه بالنفس؟ بعرف حالي حلوه، وثاني شيء كثير عندي رفقات بشجعوني، تاني شيء انا طلع حالي عامله يمكن شوف اني عندي زياده وزن بس حلوه فيني اعمل اشياء اكثر من وحده عمرها 60. وزنها 60. انت اخر مره اخذتي وزنك اللي صار من كم يوم؟ ما عندي مشكله 140 كيلو. بهالفتره التحضيرات ضاينت شهر يوميا مثل العسكر كنا عم نشتغل. ضعفتي يا نصحتي؟ تاخرت. ضعفت؟ لا ما ضعفت. اللي صار الليله اذا انت فزت الليله باللقب وبدك تعملي ثوره للطالبه بحقوق المراه السمينه البدينه، اي حقوق بتطالبي فيها؟ اول شيء لازم عن جد ياخذوا على انه الكفاءات تاعتنا، مش يتطلع اذا نحن ضعف ولا لا، اذا نحن موديل ولا لا. شوفوا يعني يمكن نحن نقدم اشياء ويكون عندنا اشياء نعملها ونعمل شيء بالمجتمع اهم بكثير من الضعيفه. مش اذا بدك شعار تختصري لي شعار واحد. مش كل شيء بالشكل. اللي صار شو توقع العالم هلا عم بتقول هي عم تحضرك على الشاشه؟ شو وقحه؟ وقحه؟ ليه وقحه؟ انه ليه مش جريئه؟ لا دائما العالم بتاخذ شيء دغري. وشو بدك تقولي لهم انت؟ عادي انا هيك. بدي اطلب منك تسحبي السؤال، تسحبي اسم من اعضاء لجنه التحكيم. شكرا لك اليسار. جمانة حداد. مرحبا اليسار. أنا كثير معجبة بهضامتك وثقتك بنفسك. ميرسي. اليسار بدي أسألك، أنت تزوجتي وعندك بنت. وبنتك هي وعم تكبر اكتشفتي أنها عم تعاني من نفس المشكلة يلي أنت خلال طفولتك ومراهقتك أكيد عانيتي منها، يعني يمكن بالمدرسة يمكن بعدين بالجامعة بتقلك ماما في ناس عم يتمسخروا علي، في ناس الشاب يلي أنا معجبة فيه ما عم يتطلع فيي، بحس أنه نظرات العالم لإلي غلط، شو بتنصحيها؟ شو بتقولي لها لبنتك؟ أول شيء بقلها ثقي بحالك، لأنه اللي بدي يحبك كرمال شكلك بلا، لأنه الشكل هو صورة. ما فيك تتطلق طلق طلع بالصورة بتزهقي منها، بدك شي تحكي معه ويحب روحة مثلا. بقول خليك عندك ثقة بنفسك مثلي. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شي حصري بيصدر على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.